جديدة من مانشيت أحمر، معي أنا ريما العيسى إلى أبرز المانشيت. إنقاذ الوطن يبدأ من التحالف الثلاثي الأكثر عددا، ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية وجعفر الصدر لرئاسة الوزراء. جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية لن تتحقق، الإطار التنسيقي يلوح بالثلث المعطل لإيقاف أي مشروع يضر بحقوق مكونات الشعب. وفي مانشيت أحمر، من ينقذ آثار العراق ومعالمه الحضارية من الإهمال. الحرب الروسية على أوكرانيا تنهي شهرها الأول، دمار يغطي معظم المدن ولاجئون بالملايين، وزيلينسكي يدعو شعوب العالم للتظاهر. أهلا بكم. إلى حد كبير اتضح مشهد جلسة 26 من آذار المقبل التي من المقرر فيها انتخاب رئيس جديد للجمهورية في العراق. تحالف إنقاذ الوطن الذي أعلن أنه الكتلة الأكثر عددا حسم أمره ورشح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية ومحمد جعفر الصدر لرئاسة الوزراء، وأكد أنه ماض في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، رغم أن الإطار التنسيقي رجح في بيان ألا يكتمل نصاب الجلسة. نتابع التقرير ونعود لهذا النقاش. باسم الشعب والوطن، نحن تحالف إنقاذ الوطن الأكثر عددا المنفتح على القوى السياسية التي نحسن الظن بها، ماضون لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية. إنها المرة الأولى التي يتشكل فيها تحالف وطني لتشكيل الحكومة العراقية. إنقاذ الوطن الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن مضيه في تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية وانفتاحه على القوى الوطنية لاستكمال المسيرة الإصلاحية. وإن مرشحنا لمنصب رئيس الجمهورية الأخ الأستاذ ريبر أحمد خالد، وكذلك بتسمية من الكتلة الصدرية، يكون مرشح تحالفنا لمنصب رئيس مجلس الوزراء الأخ الأستاذ السيد محمد جعفر. وعلى مدى 19 عاما كانت التوافقية عنوانا لأي حكومة تتشكل في العراق في نظام تحول إلى عرف سائد، إلا أن المرحلة الحالية لم تعد تحتمل المضي في ذات السياق الذي جرت عليه العادة، ليتبنى تحالف إنقاذ الوطن تشكيل حكومة الأغلبية الأولى من نوعها. يبدو أن هنالك يعني مماطلات وتسويفات من قبل البعض الذين يعني تم التفاوض معهم، وبالتالي وصلنا إلى أنه نتيجة ضرورة إعلان مع حلفائنا، طبعا إعلان هذا التحالف المهم والذي يعبر عن طموح الوطن. ورشح تحالف إنقاذ الوطن ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية ومحمد جعفر محمد باقر الصدر لرئاسة الوزراء في خطوة تسبق جلسة 26 من آذار الجاري التي من المؤمل فيها تمرير مرشح رئاسة الجمهورية، بعد إعلان رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر بأنه لمس تجاوبا من البرلمانيين المستقلين لدعوته بحضور جلسة السبت وتحقيق النصاب القانوني المطلوب. وتعهد الصدر برد الجميل للمستقلين بأقرب فرصة، لا من خلال تقاسم الكعكة لأنهم دعاة وطن، بل من خلال لملمة الجراح والسعي لتوحيد صفوفهم. في هذا الملف ينضم معي رئيس مركز اليرموك للدراسات الاستراتيجية في الأنبار عيسى العداي عبر سكايب، وأيضا النائب على الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد ماجد شنكالي من بغداد، وأيضا البحث في الشأن السياسي من بغداد أيضا السيد رزاق العبودي. أهلا بكم ضيوفي الكرام الذين تمثلون يعني أطراف
إنقاذ الوطن. وأبدأ معك سيد رزاق العبودي، ومن تحديدا البيان الذي تم إعلانه يوم أمس بإعلان الكتلة الأكثر عددا وتسمية رئيس أو المرشح لرئيس الجمهورية ومرشح رئيس الوزراء للأغلبية الوطنية. قلتم في هذا البيان بأنكم متعهدين على إكمال المسيرة الإصلاحية للبلد وخدمة الشعب عبر برنامج حكومي واضح وشفاف بما يضمن له للعراق يعني الكرامة والسيادة والهيبة والاستقلالية. هذا كلام تاريخي أتوقف عنده، وهو يعني مسؤولية تاريخية أمام الشعب. هل بدأ التغيير في العراق؟ نعم، بداية أجمل التحايا لك ولضيوفك الكرام ولمشاهديكم الكرام. نعم، بالتأكيد هذا البيان أعطى المنهجية الواضحة لشكل الحكومة ومنهجية الحكومة التي من المزمع تشكيلها وتأسيسها بمنهجية مختلفة تماما عن المنهجية التي أسست عليها الحكومات السابقة منذ سقوط النظام ولحد الآن. جربنا التوافق، جربنا نتائج التوافق، إفرازات العملية الانتخابية لهذه المرحلة كانت تشجع على لابد من ظهور قوى سياسية تدعي إلى تغيير المنهجية من المنهجية التوافقية إلى منهجية الأغلبية والمعارضة. هذه ثقافة جديدة تطرح بالمشهد السياسي العراقي، ولا بد منها لأنه كل الحكومات السابقة الكل مشترك بالحكومة ولكن سيد والكل رزاق ينتقد أداء هناك الحكومة من لا يقبل ولن نرى جهة للمعارضة. هل سيكون هناك فرض نعم على بعض الأطراف للذهاب للمعارضة؟ هل سيكون لديهم خيار آخر غير المعارضة؟ بالنهايه هذه هي الديمقراطيه. نعم، هنالك اطراف معارضه وهنالك اطراف تتحمل المسؤوليه وتتحمل اليه تنفيذ برنامجها الحكومي واصلاح الوضع العام للبلد من الناحيه الاقتصاديه والامنيه والصحيه والتربويه والتعليميه الى اخره من مجالات الحياه. فبالتاكيد احنا كمراقبين للمشهد السياسي نحن مع تشكيل حكومه الاغلبيه ومع وندعم أن تكون هنالك معارضة قوية داخل قبة البرلمان، سواء كانت المعارضة من التيار الصدري أو من الإطار التنسيقي. لا بد من وجود معارضة داخل قبة البرلمان تراقب أداء الحكومة، تشخص الأخطاء في أداء الحكومة، تصحح الأخطاء قبل وقوعها. فبالتالي هي عملية صحية وجود معارضة داخل البرلمان ووجود جهة تتحمل المسؤولية. سابقا كان رئيس الوزراء مدعوم من جميع الكتل السياسية. عندما تريد أن تحمل مسؤولية الإخفاقات التي تحصل في الحكومة للوزراء لا تستطيع أن ترميها بجهة عن جهة أخرى، الكل مشترك بالحكومة. فأعتقد هذه المنهجية والثقافة التي ستضاف للمرحلة المقبلة ستكون لها إيجابيات أكثر من السلبية. كلام جميل، أتوقف مع السيد ماجد شنكالي عنده. سيد ماجد، يعني لأول مرة الكتلة الأكثر عددا في العراق هي من مكونات وأطياف مختلفة، وهذه نظرة وطنية جديدة على المشهد السياسي في العراق بعد 2003. لكن حتى هذه اللحظة هناك أطراف معارضة لدعنا نقول هذا النهج الوطني. اليوم السيد هوشيار زيباري في تغريدة له يقول بأن الطرف المعارض لهذه الرؤية سيسخر كل أدواته الإعلامية لإبطاء التحالف الثلاثي. هل أنتم مستعدون لأي يعني عراقيل أو أي محاولات ل يعني عدم تحقيق هذه الرؤية والمضي بحكومة الأغلبية الوطنية؟ يعني على سبيل المثال جلسة يوم السبت. تحية طيبة لك ست ريما ولضيفك. تحية طيبة لك ست ريما ولضيفيك الكريمين ولمشاهدي برنامج منشأة أحمر الكرام. في الواقع هناك أمر جديد قد حدث في العملية السياسية، هناك انتقال من التحالفات الأفقية إلى التحالفات الطولية. اليوم هناك تحالف في الفضاء الوطني، سواء كانت تسمى أغلبية وطنية، تسمى ائتلافية وطنية، هذه كلها مسميات. ولكن المسألة بأن التحالف إنقاذ وطن هو تحالف يمثل كل مكونات العراق، وحقيقة خرج من المنهج السابق الذي كان يقول بأن الكتلة الأكبر يجب أن تتكون من طيف واحد من المكونات العراقية. هذا اليوم هو اختلاف كبير، لذلك نحن في التحالف
إنقاذ وطن، سنعمل بكل جهودنا على المضي بجلسة يوم السبت بانتخاب رئيس الجمهورية وأيضا تشكيل الحكومة المقبلة، لأن مرشح أو المكلف برئاسة الوزراء قد سمي، يعني المسألة لا تحتاج حتى إلى وقت. وأنا أعتقد إذا ما تم انتخاب رئيس الجمهورية واكتمل النصاب سيكلف في نفس اليوم، والكابينة الوزارية لن تطول أكثر من 15 إلى 20 يوم، أي لن نحتاج حتى إلى وقت طويل جدا. نظرة مفائلة جدا سيد ماجد شنقالي، الكابينة الحكومية. لكن دعنا نتوقف، لا هذه تعتمد، هذه أكيد بدي أتوقف على اعتمادها على جلسة السبت تماما. هل ضمنتم العدد المطلوب لجلسة يوم السبت؟ الإطار التنسيقي حتى هذه اللحظة ما زال يلوح بالثلث المعطل، أو على حد قولهم الثلث الضامن. كيف ستتعاملون مع هذا الإصرار في حال يعني عدم تحقيق النصاب أيضا؟ يعني في الواقع الثلث المعطل والإطار التنسيقي وكل جهوده لن تنفع بعد الآن، لأن الكتلة النيابية الأكثر عددا قد حددت. ثلث معطل أم ضامن؟ يعني نحن هناك نعمل فرق بالتأكيد بكل جهودنا على فرق في التسميات، لكن ثلث معطل أخي، نفس الهدف. ثلث معطل، نعم. ثلث ضامن في المال. لا أولا لا يوجد في الدستور العراقي لا ثلث معطل ولا ثلث ضامن، هذه أخذوها من التجربة اللبنانية. الثلث الضامن في مجلس الوزراء اللبناني، وحتى ليس في مجلس النواب للعلم. ولكن الثلث المعطل لأنه يعطل ليس فقط تشكيل الحكومة ورئاسة الجمهورية، اليوم حتى عمل البرلمان العراقي معطل، لا نستطيع القيام بأي واجب، لا حتى في الجانب الرقمي. نحاول كثيرا ولكن الحكومة حكومة تصريف أعمال. لذلك على الجميع المضي بتشكيل الحكومة اليوم، حتى لو الإطار التنسيقي بكل جهودي حاول تعطيل جلسة السبت. هم خرجوا خسروا الخيار الأهم، تم تسمية كم عدد الإطار التنسيقي الكتلة النيابية سيد ماجد أكثر عددا، وهذا نعمل جردة حسابية كم عدد الإطار التنسيقي. الإطار لغة الأرقام، في لغة الأرقام أنا أقول لك بصراحة اليوم هناك فارق عدد قليل جدا، نعم. هو تقريبا 12 إلى 13 نائب، وهم السنة في تحالف العزم الكل اليوم حقيقة، هم قد يكونون حتى المعطل للثلث المعطل. لذلك اليوم المحاولات تعمل على المستقلين وعلى عزم، نعم. عزم من السنة الباقين مع السيد مثنى السامرائي، فلذلك كل الجهود الإطار التنسيقي وأيضا التحالف إنقاذ وطن يعملون على كسب هؤلاء لحضور جلسة يوم السبت لانتخاب رئيس الجمهورية. وأعتقد التعطيل والتأخير لن يفيد شيئا، وبالتأكيد المضي بتشكيل الحكومة هو الأفضل. وحقيقة تقدير ريدة السيد العبادي اليوم وتهنئته، نعم. لتحالف إنقاذ وطن فيها ما يبشر بالخير، بأن حتى قادة الإطار التنسيقي خليني أتوقف مع قد وعوا بأنه يجب المضي. خليني أتوقف مع السيد عيسى العداي عند تغريدة الرئيس السابق أو الأسبق لرئاسة الوزراء في العراق حيدر العبادي، قال وهنأ يعني تحالف إنقاذ الوطن بإعلان الكتلة الأكبر، ودعا أنه أن يبدأ أولى خطوات الإصلاح وأولى خطوات البرنامج لإنقاذ الوطن ضمن إطار تنسيقي. يعني هذه دعوة للتحالف الثلاثي وتحالف إنقاذ الوطن بعدم تهميش الأطراف الأخرى، كيف قرأتم هذه التغريدة سيد عيسى؟ تحياتي لك ست ريما ولقناة الشرقية والأخوة الضيوف الكرام والمشاهدين. الحقيقة العراق الآن يمر بمنعطف تاريخي حقيقي، من خلاله ستظهر وتتشكل صورة الدولة العراقية الجديدة والحكومة العراقية التي سعى ويسعى إليها العراقيون بعد أن فشلت على مر الحكومات السابقة. فشلت تجربة طويلة في العراق، تجربة التوافقية. على العراقيين والسياسيين والقادة أن يفكروا بطريقة جديدة لحكم العراق، وهذه الطريقة أعتقد هي الأغلبية الوطنية تقابلها يعني معارضة وطنية أيضا تضم كل المكونات، نعم. وتكون العين الساهرة
نيابة عن الشعب لمراقبة أداء الحكومة وإصلاح ما سيكون هناك معارضة والتوجيه من كل المكونات كما في حكومة الأغلبية سيد عيسى. حتى هذه اللحظة يرفض البعض الذهاب إلى خيار المعارضة، يريدون الاشتراك في حكومة توافقية، عدم المضي بهذا المشروع الوطني الذي يمثله تحالف إنقاذ الوطن اليوم. كيف سيتم التعامل مع، ربما دعنا نقول، هذا التعنت السياسي بعدم الذهاب لخيار المعارضة؟ وهل فعلا كما يطرح البعض بأنه يعني تحالف الأغلبية على الرغم من الرؤية يعني الهادفة والواعدة لهذا التحالف، إلا أنه يهمش بعض الأطراف في العملية السياسية اليوم في العراق؟ الحقيقة هو مفهوم المعارضة، إذا كان مفهوم المعارضة والمشاركة بالعملية السياسية هو موضوع مغانم فممكن أن يحصل عليها خلاف، أما إذا كان مشروع الحكومة ومشروع المعارضة هو بناء الوطن وتلبية حاجاته، تلبية حاجات المواطن ورغباته وكل الذي فقده من خلال الحكومات السابقة. هناك مسؤولية تاريخية على الحكومة القادمة، هذه المسؤولية التي ينتظرها كل عراقي باحث عن كرامته وباحث عن حياة كريمة وخدمات وصحة وتربية. المواطن العراقي لا أعتقد لا تعنيه الأسماء بقدر ما تعنيه المشاريع الخدمية التي يمكن وعلى الحكومة الجديدة أن تتبناها بشكل واضح لإنقاذ كل سلبيات المرحلة السابقة. وهناك تجارب سيكون هذا الإنقاذ سيد عيسى، سيكون هذا الإنقاذ ضمن إطار تنسيقي كما تحدث أو دعا السيد العباد اليوم في تغريدة بعدم تهميش هذه الأطراف، كيف ستتعاملون مع هذا الطرف في المرحلة المقبلة بعد تشكيل حكومة الأغلبية؟ ودعنا نقول هم طرف لهم ثقل في العملية السياسية في العراق. أعتقد مفهوم التهميش يعني مفهوم قاصر إذا نظرنا إلى موضوع العملية السياسية. نعم. عندما يكون نائب أو مجموعة نواب ممثلين في البرلمان والحكم في العراق ونظام برلماني يكون لهم حق المراقبة والقرار والنقد واستجواب الحكومة، كيف يكون التهميش؟ أما إذا كان المفهوم هو الحصول على المناصب والمغانم في السلطة هذا شيء آخر، يعني الشعب العراقي لا يعني سيكون هناك مناصب للمعارضة أو اسما، الشعب العراقي بحاجة إلى المعارضة سيد عيسى بالعادة بيكون عندها مناصب، وأصلا الدولة مبنية من 2006 يعني من أول تشكيل حكومة بعد أول انتخابات إلى الآن هي لهذه الأحزاب. نعم. يعني إن كانوا وزراء يتغيرون، وإن كانوا من الدرجات الخاصة التي تقود الدولة، هم هذه الأحزاب ممثلة في كل الوزارات بشكل ممكن أن يكون أكثر من استحقاقهم، لكن فشلت هذه الدولة في أن تؤسس لمفهوم بناء حقيقي وتقديم خدمات، ولهذا نحن نتطلع ونعول على الحكومة القادمة، حكومة الأغلبية الوطنية وتحالف إنقاذ الوطن بهذه الرؤية الوطنية الجديدة التي يحتاجها العراق اليوم بشكل كبير. بدي أرجع للسيد رزاق العبودي وأتوقف معه عند بيان الإطار التنسيقي الذي أعلن بأن يعني جلسة يوم السبت لن تتحقق لأن النصاب لن يتحقق. أيضا قال في يعني هذا البيان بأن الإطار التنسيقي عمل جاهدا على لملمة البيت الشيعي وتوحيد كلمتهم. هذا الخطاب سمعناه سابقا من السيد مقتدى الصدر، قال بأنه أيضا حاول كثيرا لملمة هذا البيت ويعني التوافق في هذا البيت الشيعي، لكن الواقع يشي عكس ذلك سيد رزاق، هناك انقسام حاد في البيت الشيعي. إذن يعني
كيف الجميع يعمل على لملمة هذا البيت، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي لملمة، إنما مزيد من الانقسام. نعم، بداية احنا يعني دائما متبنيات السياسيين هي الكلام بلسان الشارع الشيعي. نعم. الكل يقول نحن ممثلون الشيعة، ومن المفترض أن الكل يتنصل عن هذا المسمى ويتكلم باسم المواطن العراقي، سواء كان من الجنوب أو الشمال أو الوسط أو الغرب. بالتأكيد الكل يخاطب جمهوره. لملمة البيت الشيعي، الإطار التنسيقي في هذه المرحلة من الانتخابات يعتقد أنه خاسر للانتخابات، وهي المشاركة في الانتخابات بحد ذاتها هي إنجاز، لكن الإخفاقات أو قلة عدد الأصوات اللي فرزتها العملية الانتخابية من المفترض أن تكون فرصة لهذه الأحزاب وهذه التكتلات لمراجعة حساباتها وبيان الأسباب التي أدت إلى عزوف الجمهور عن انتخابهم أو ظهور قوى فتية جديدة داخل العمل السياسي، وهذه هي الديمقراطية، بالنتيجة هي خيارات شعب. من المفترض السياسيين أو الكتل السياسية تعبر مرحلة ما كان عليه المنهج السابق من التوافق والتقاسم المغانم والنظر إلى المعارضة على أنها هي مؤسسة أو كيان مراقب لكيان الحكومة ولا يقل أهمية عن الموجودين بالسلطة، بل مسؤولية الموجودين بالسلطة راح تكون أكبر بكثير من مسؤولية المراقب. المراقب كما يكون المشاهد لمباراة كرة القدم ينظر للاعب المخطئ واللاعب اللي عنده إخفاقات في أدائه، بالنتيجة يعني هو يقدر يشخص الأخطاء بأريحية دون ضغوط الجمهور. بالتأكيد أنت مقرب من الكواليس السياسية اليوم، وهناك فعلا حراك محموم في الكواليس السياسية في العراق. هل سيتم التوصل إلى اتفاق بين التيار الصدري أو دعني أقول تحالف إنقاذ الوطن مع الأطراف المعترضة على حكومة الأغلبية الوطنية، أم أنه سيتم التعامل بسياسة الأمر الواقع؟ بالتأكيد التفاوضات والتفاهمات السابقة والتواصل ما بين الفرقاء السياسيين لم تنتج تفاهم أو اتفاق، كانت هنالك مشاورات ومداولات واتفاقات بأمور جزئية، يلتقون في محطة ويختلفون في محطات أخرى، لكن الخلاف العام هو المنهجية لتشكيل الحكومة. المنهجية بتشكيل الحكومة، الكتلة الصدرية مصرة على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، ومن الجميل جدا أن تجد كتلة داخل البرلمان تحمل كل أطياف الشعب العراقي، المكون الكردي والسني والشيعي، وهذه انعطافة تاريخية في 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 مسار العملية السياسية العراقية. نتطلع إلى بدء خطوات الإصلاح، وعلى الآخرين تقبل النتائج والانضواء أو الانصهار أو الانسجام مع الحكومة الأغلبية والتعامل معها بكل نضوج وبكل تقبل وقبول جانب المعارضة، كما بدأها سيد مقتدى الصدر. سماحة السيد مقتدى الصدر أول إعلان النتائج أعلن تشكيل حكومة أغلبية بغض النظر عن من يشكل الحكومة، قال نذهب نحن بجانب المعارضة وشكلوا أنتم الحكومة، والعكس هو هم كذلك مقبول. إذن هذه ثقافة سياسية جديدة لابد من قبولها وتقبل نتائجها، وبالنهاية هي خيارات جديدة شعب خيارات إفرازات. يعني لابد للعراق أن يخوض هذه التجربة كما دعا السيد مقتدى الصدر في تغريدات عدة، يعني الخروج من هذا التخندق الطائفي. سيد ماجد شنغالي، يعني أود أن أتوقف معك عند رؤية بناء الدولة العراقية مستقبلا. يبدو أن تحالف إنقاذ الوطن لديه رؤية وأسس لهذه الرؤية لبناء الدولة العراقية. يعني بالأمس جعفر الصدر يغرد أنه لنعمل معا من أجل بناء الدولة التي يطمح إليها الشعب العراقي. كذلك ريبر أحمد يقول تثبيت دعائم دولة مؤسساتية عصرية. أيضا يعني رئيس التيار الصدري تحدث كثيرا في تغريدات عدة عن هذه الدولة التي يطمح إليها العراق اليوم. هل لديكم الرؤى الكاملة لبناء هذه الدولة أم واثقون منها؟ ستريما في البداية أود أن أوضح شيء. تحالف إنقاذ وطن ليس ضد أي طرف وليس لديه عداء مع أي طرف، وأبوابه مفتوحة للكل
للانسجام أو التنسيق أو حتى للانضواء بمن يؤمن بالبرنامج الحكومي لتحالف إنقاذ وطن. بالتأكيد رؤية تحالف إنقاذ وطني رؤية واضحة، أولها هي بناء دولة المؤسسات والمواطنة، دولة سيادة القانون، دولة إعادة الهيبة والسيادة للعراق، دولة يكون فيها التأثير الخارجي شبه معدوم، وتكون الجبهة الداخلية هي الجبهة الأقوى للتعامل مع الملفات الداخلية والخارجية، حصر السلاح بيد الدولة، محاربة الفاسدين وفتح كل ملفات الفاسدين التي جرت في الأعوام السابقة، والعمل على الاستفادة من الخيرات الموجودة في العراق لتكون في خدمة المواطن العراقي من زاخو إلى الفاو وتكون لجميع العراقيين. هذه أهم الرؤى، وبالتأكيد هذه الرؤى وهذه الأهداف تحتاج إلى برنامج ورؤية ذات تخطيط متكامل يتم فيها التنسيق المتكامل بين برلمان قوي فيه كتلة قوية داعمة للحكومة، لأن لا يمكن أن يكون البرلمان في جهة والحكومة في جهة ونستطيع بناء دولة مؤسسات ومواطنة، لأن يجب أن تكون القوانين المقدمة من الحكومة يكون لها دعم في التشريع وأيضا تطبق وتنفذ من خلال هذه الحكومة. هذه هي أسس الديمقراطية والنظام البرلماني الصحيح. نحن لسنا ضد أي طرف فليكن معلوما، والإطار التنسيقي هو جزء مهم من العملية السياسية وأبوابنا مفتوحة، ولكن الكل يعلم أن المسار قد تغير. اليوم الكتلة النيابية الأكثر عددا هي تحالف إنقاذ وطن، يجب أن يكون التعامل على هذا الأساس. نعم سيد عيسى العداي، يعني فيما يخص جلسة يوم السبت المنتظرة والمرتقبة، العيون كلها تتجه إلى جلسة يوم السبت. قبل يومين رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر دعا المستقلين للمشاركة في هذه الجلسة في سبيل تحقيق النصاب المطلوب والعدد المطلوب. في حال لم تنعقد هذه الجلسة، ما هي السيناريوهات المطروحة لديكم كتحالف إنقاذ الوطن؟ كيف ستتعاملون مع ربما تعطيل جديد لانتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي تعطيل العملية السياسية؟ تحالف إنقاذ وطن، كيف ستنقذون الموقف؟ نعم قادر على إنقاذ الموقف، لأنه مدعوم من الشعب العراقي. الشعب العراقي والطبقة السياسية العراقية أعتقد كافة بحاجة ماسة إلى تشكيل حكومة وطنية بأسرع وقت، حكومة تمتلك رؤية وتمتلك مشروع لتغيير المنظومة الحاكمة في البلاد، وهذه المنظومة عليها أن تركز على 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 أهداف حقيقية مهمة في بناء الدولة. علينا أن نبني جيشا قويا بأجهزته، علينا أن نوقف تداعيات حملة السلاح خارج إطار الدولة وأصواتهم التي تهدد هنا وهناك. علينا جميعا أن نفكر في مشروع خدمي لبناء الدولة العراقية. هناك محافظات عراقية أيضا، محافظات المحررة بحاجة إلى إعمار، بحاجة إلى بناء، بحاجة إلى تعويض المتضررين الذين فقدوا أموالهم ومرت 5 سنوات وهناك مماطلة كبيرة في هذا الملف، بل أزادوا على هذا الملف تعقيدات أخرى. هذه رؤى جميلة وطموحات كبيرة أخرى. نتمنى. نحن نريد من تحالف إنقاذ وطن أن ينقذ الوطن فعلا من المرار التي هو فيها، وينقذ شعبه ومؤسساته، ويشخص القيادات. جميل جدا، رح انتقل التي بهذا السؤال. على البناء القيادات مع الأسف سيد عيسى، الوقت لم يعد على يسمح لي. هذا كلام مهم أتوقف معه عند السيد رزاق العبودي، لكن قبل ذلك أشكرك جزيل الشكر رئيس مركز اليرموك للدراسات الاستراتيجية، كنت معي من الأنبار عبر سكايب السيد عيسى العداي، شكرا جزيلا لك. رح انتقل بسؤال أخير إليك سيد رزاق العبودي، نتمنى من تحالف إنقاذ الوطن أن ينقذ الوطن
العراقي وينقذ العراق من هذه التشرذمات وهذه التشعبات السياسية التي تلقي بظلالها على المجتمع وواقع المواطن العراقي، كيف ستتعاملون مع التحديات المقبلة وكيف ستنقذون العراق؟ تفضل. نعم، المشاكل مشخصة في واقع الشارع العراقي، سوء الخدمات، التخلف الاقتصادي، الانهيار البنى التحتية في كل المستويات. المشاكل احنا من حددنا المشاكل حلولها اكيد راح يكون تحديد المشكلة هو نصف الحل. المشاكل مشخصة ولدى الكتلة الصدرية ولدى الكتلة الصدرية والاخوان في تحالف الحزب الديمقراطي وكذلك تحالف السيادة رؤية واضحة ومشتركة انبنت ويعني تبلورت خلال الاجتماعات التي تم عقدها، وسمعتم كثيرا عن وجود تقارب بين التيار الصدري والتحالف تحالف السيادة والحزب الديمقراطي قبل الانتخابات. صحيح. والحمد لله جاءت نتائج الانتخابات بما ينسجم وتطلعات هذه الكتل. نعم. وكونوا تحالف ثلاثي قوي، أعتقد تبلور بتشكيل تحالف إنقاذ وطن ولديه الرؤية والبرنامج الواضح، لكن الآن نعم العقبة الوحيدة هي تمرير تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باكتمال النصاب في داخل قبة البرلمان، وبالتالي ننظر إلى المنهج. سيد رزاق أنا آسفة قاطعتك ولكن وقتي انتهى، أشكرك جزيل الشكر الباحث في الشأن السياسي رزاق العبودي، كنت معي من بغداد. أشكر موصول إلى النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد ماجد شنقالي، أيضا كنت معي من بغداد، ضيوف الكرام الذين تمثلون إنقاذ الوطن، شكرا جزيلا لكم. مر شهر إذن على بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وما يجري لم يكن في حسابات روسيا التي تخوض حرب استنزاف مدمرة على الأرض بينما يتعرض اقتصادها للانهيار بعد أكبر سلسلة عقوبات فصلتها تماما عن الاقتصاد العالمي. أما أوكرانيا رغم المقاومة التي تبديها لكنها سجلت أكبر موجة نزوح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، فكيف ستنتهي الحرب هناك؟ أطلع التقرير. هكذا تبدو أوكرانيا بعد شهر من الحرب. تكشف الوقائع الميدانية أن حسابات بوتين لم تتطابق مع تطورات الأحداث على الأرض، فقد تعرضت روسيا لأكبر سلسلة عقوبات اقتصادية فصلت البلاد عن الاقتصاد العالمي في وقت يتوقع فيه خبراء أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 9 إلى 15% على الأقل هذا العام. ومع النزوح الجماعي لمعظم الشركات العالمية عن روسيا وعزلها والتضييق عليها سياسيا واقتصاديا وماليا، كان الجانب الآخر للحرب مأساويا إلى حد بعيد. الملايين من اللاجئين الأوكران نزحوا إلى الدول المجاورة بعد أن تسببت الحرب بأكبر موجة نزوح تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، إذ تم تسجيل مغادرة أكثر من 3.5 مليون أوكراني للبلاد، معظمهم من النساء والأطفال، في أرقام تتزايد بمعدل 100,000 شخص يومياً. ويضاف إليهم عدد الأشخاص النازحين داخليا بعد مغادرة 10 ملايين أوكراني لمنازلهم حتى الآن، أي ما يقرب من ربع تعداد سكان البلاد، ما يعني أن العائلات تتشرد وتتمزق أيضا. وحسب آخر إحصاءات مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد بلغ عدد الضحايا المدنيين بسبب النزاع منذ بداية الحرب أكثر من 2510 ضحايا، بينهم 953 قتيلا و 1557 مصابا. وبعد شهر من بدء الغزو وفشل بوتين في تحقيق أهدافه المعلنة من عمليته العسكرية الخاصة،
يعتقد مراقبون أن هذه العملية تحولت إلى حرب استنزاف علقت فيها روسيا، والخاسر الأكبر هو الشعب الأوكراني اللاجئ هنا وهناك. أرقام صادمة لتداعيات الحرب الأوكرانية أناقشها مع الصحفي المقيم في بولندا وسيم أبو الحسن عبر سكايب. أهلا بك سيد وسيم، يعني تابعنا هذه الأرقام، شهر أرقام صادمة لعدد لاجئين وعدد من القتلى خلفتها الحرب الروسية على أوكرانيا، إلى أين يمضي العالم؟ حتى هذه اللحظة لم تحقق الحرب أي أهداف. نعم، أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. بالفعل لم تتمكن روسيا حتى اليوم من تحقيق الأهداف التي أعلنت عنها منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا. فكان الحديث عن عملية خاطفة ستودي بالإطاحة بالنظام في كييف وتمكن روسيا من تشكيل تحالف حكومي جديد في أوكرانيا موالي لها، لإعادة أوكرانيا إلى ما قبل عام 2014 عندما كانت الحكومة والرئيس الأوكراني موالين لروسيا. لكن هذا الموضوع لم يتحقق. بالحقيقة الموضوع ليس محصور في أوكرانيا فقط، فعلى الرغم من أن المعارك تدور على الأراضي الأوكرانية إلا أن تداعياتها والتأثير لهذه العملية العسكرية وصل إلى القارة الأوروبية بأكملها، وبدأنا نلاحظ أيضا انعكاساتها حتى على منطقتنا في دول الشرق الأوسط من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية ومن ناحية تشكل تحالفات جديدة اليوم حول العالم أفضت إليه هذه العملية العسكرية في أوكرانيا. طب بالأمس يعني فشلت روسيا سيد وسيم بتمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يتعلق بالوضع الإنساني في أوكرانيا بعد أن صوتت دولتان فقط وهي روسيا والصين على هذا القرار. صحيح. حتى هذه اللحظة لم يحدث أي قرار يخص الوضع الإنساني، وضع اللاجئين، حماية المدنيين في أوكرانيا، ولماذا تم رفض هذا المشروع؟ ما هي يعني العيوب في المشروع الروسي فيما يخص يعني الوضع الإنساني في أوكرانيا؟ نعم، الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى الدول الأخرى بالنسبة لها قالت بأن روسيا المتسبب الأساسي في هذه الأزمة اليوم في الواقع في أوكرانيا، هي من تقوم بإعداد نص القرار الذي يطالب بقيام الأمم المتحدة بتقديم مساعدات. وبالنسبة لهذه الدول الموضوع كان مضحك نوعا ما، يعني الدولة المسببة لهذه الأزمة هي التي تقوم بصياغة هذا القرار وتقديم الاقتراح به، بينما الحل أيضا في يدها هي بإيقاف العمليات العسكرية اليوم والدخول في مفاوضات مباشرة. لكن كما قلنا روسيا اليوم ليس لديها خيارات بعد أن توغلت لهذه المرحلة في العملية العسكرية. نتحدث عن شهر كامل اليوم خسائر عسكرية كبيرة، فبالنسبة لروسيا وقف العمليات العسكرية ستؤثر على السلطة في موسكو، في السيطرة حتى داخليا على البلاد. طيب بالأمس يعني أو منذ يومين دعا زيلينسكي الرئيس الأوكراني روسيا لإنهاء الحرب بشكل فوري، هل روسيا لديها هذا الخيار بإنهاء الحرب، أن أنها يعني لن تتراجع أبدا حتى تحقيق الأهداف التي حتى هذه اللحظة يعني غير واضحة؟ نعم تماما، هذه النقطة التي كنت أتحدث فيها، وهي أن اليوم الرئيس الروسي تحديدا الذي هو صاحب الكلمة العليا فيما يحصل في أوكرانيا اليوم ليس لديه خيار العودة. فبالنسبة أمام مناصريه اليوم وأمام الطبقة الأوليغارشا المقربة منه والتي طالتها العقوبات اليوم، الاقتصاد الروسي المتأثر بشكل كبير بسبب العقوبات، العزلة السياسية التي باتت فيها اليوم روسيا تجعل توقف هذه العمليات العسكرية دون تحقيق الأهداف التي تم الإعلان عنها في البداية شبه مستحيل، لأن ذلك سوف يقوض من سلطة بوتين الذي تسبب في أضرار كما قلنا على سواء على الصعيد الداخلي في روسيا أو حتى المقربين الداعمين له، تسبب لهم بأضرار على المدى المتوسط والطويل الآن. فإن وقف العمليات العسكرية المشكلة الأكبر أن سقف المطالب أو سقف الإنجازات التي وعد بتحقيقها داخل أوكرانيا بالإطاحة بالرئيس الأوكراني وتشكيل حكومة موالية له، نزع سلاح أوكرانيا ومنعها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والناتو، سقف المطالب أو سقف هي المشكلة بالضبط يعني هذه الحرب سببها بالفعل يعني هناك من يقول بأن حلف الناتو لأنه يشكل خطر على روسيا ولهذا روسيا أعلنت الحرب، لكن هناك من يقول أن يعني الغاية من هذه الحرب هي يعني بناء نظام اقتصادي عالمي جديد قد يفرض على العالم، ينهي سطوة الحزب أو القطب الأوحد ودعنا نقول المتمثل بأمريكا. ما هي يعني فعلا الغاية من هذه الحرب التي دفع بوتين يعني أو سيدفع ثمنها مستقبلا؟
نعم تماما، يعني اليوم وضع أوكرانيا بالنسبة لروسيا هو وضع استراتيجي، وهي تشكل خطر حقيقي لروسيا في حال أنها انضمت إلى الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. وإن كنا نتحدث اليوم عن أن المعركة العسكرية بدأت في أوكرانيا منذ شهر، إلا أن إرهاصات هذه الحرب بدأت منذ عام 2000 كما قلنا، منذ عام 2014، منذ الإطاحة في الحكومة في كييف، وأيضا ما تلاها من أيضا موجة المعارضة التي كان يواجهها الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو بعد الانتخابات الرئاسية. فبالنسبة لروسيا وجد أن الغرب يدفع حتى للإطاحة بحلفائه في المنطقة في القارة الأوروبية، وهم في النهاية كانوا أوكرانيا وبيلاروسيا. تم الإطاحة بأوكرانيا وكانت لكن هناك أطراف يعني سيد وسيم على قريب أيضا من الإطاحة، هناك أطراف مستفيدة وتتغذى على هذه الحرب. باعتقادي كمان هو يعني الطرف الرابح اليوم أو الأطراف الرابحة والتي لها مصلحة كبرى في إبقاء هذه الحرب الروسية الأوكرانية. والله بصراحة أعتقد أن الموضوع يحمل، لا أعتقد أن هناك رابح اليوم، سواء يعني تحدثنا على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، ربما بعد تجار الحرب الذين نعم بالطبع دائما هم موجودين في أي صراع مسلح يحدث، لكن كما قلنا الانعكاسات الاقتصادية لو يعني توقفنا عن الحديث قليلا عن الجانب العسكري وتحدثنا اقتصاديا، اليوم الاقتصاد الأوروبي بدأ بالفعل يعاني أسعار الوقود في معظم دول أوروبا بارتفاع كبير، وهي انعكست على أسعار حتى المواد الغذائية والسلع الغذائية. اليوم نتحدث عن أزمة حبوب وزيوت حول العالم بشكل كامل، نعم وغيرها من قضية اللاجئين. اليوم نتحدث عن 3.5 مليون لاجئ متواجدين في أوروبا، إضافة إلى 10 مليون نازح. صحيح يعني مع استمرار العمليات العسكرية، خصوصا اليوم مع الحديث عن قرب تدخل بيلاروسيا بشكل مباشر واحتلال مناطق بالقرب من الحدود البولندية ودول أوروبا الشرقية، فبالطبع هذه الأعداد سوف تتزايد، إضافة إلى أن حتى الحديث عن تصاعد هذه المواجهة المسلحة في حال قيام روسيا باستهداف القوافل العسكرية والغذائية القادمة من دول الاتحاد الأوروبي يعني ينذر بأن الحرب قد تتوسع أكثر من ذلك. أنا أشكرك على هذه التفصيلات، الصحفي المقيم في بولندا وسيم أبو الحسن، شكرا جزيلا لك. إذن أختم هذا الملف وننتقل إلى مروى عرب وطبخ ونفخ على أبواب المدرسة المستنصرية. يشعل مواقع التواصل الاجتماعي آثار العراق في مهب الرياح، التفاصيل لدى مروى. إليك مروى. شكرا جزيلا لك ريما، ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه الجولة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، والتي انشغلت بصورة تظهر أشخاصا يطبخون في أحد أروقة المدرسة المستنصرية، رغم أن وزارة الثقافة أصدرت توضيحا وقالت فيه إن الصورة قديمة، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بالتغريدات الغاضبة من هذه الصورة التي كما نرى فيها يعني كما يقال بالعراقي حلل كبيرة ونساء يطبخن في حرم المدرسة المستنصرية، هذه المدرسة الأثرية والقديمة جدا. نبدأ جولتنا من عبد الله البياتي والذي كتب: طبخ في المدرسة المستنصرية بعد تكرار التجاوزات على نصب الشهيد، تجاوز آخر يطول أقدم المدارس البغدادية ألا وهي المدرسة المستنصرية، والتي تعد معلما حضاريا من معالم العصر الذهبي للعاصمة بغداد. من عبد الله إلى الدكتور أحمد الوشاح والذي قال: هذه فعلا صورة مؤلمة ومهينة للموروث الإنساني ككل، فجامعة المستنصرية تنضم إلى صف الجامعات القديمة والعريقة مثل القيروان والتي تعود إلى عام 859، الأزهر 970، والنظامية 1065، وبولونيا 1088، وأكسفورد 1096، أيضا جامعة كامبريدج 1209، والتي أسست هذه الجوامع جميعها، هذه الجامعات جميعها أسست للإنسانية خارطة الوجود المعرفي. هذا ما يراه إذا دكتور أحمد. أما القيصر الكتالوني، هذا الحساب هكذا يسمي نفسه، فيقول: صورة تظهر أشخاصا يعدون الطعام في المدرسة المستنصرية والتي عرفت بعبقها وطرازها التاريخي، وتعد من المعالم الأثرية الإسلامية العريقة التي شيدت في العصر العباسي. وكانت مشاهدين مواقع التواصل الاجتماعي أيضا تداولت صورة أخرى لنصب الشهيد، تحديدا عند المكان المكتوب فيه أسماء الشهداء، وهو قد تعرض للتشويه، ما أثار أيضا موجة عارمة طالبت السلطات بضرورة الاهتمام بهذه المعالم ومعالم العراق بشكل عام كافة. عن هذا الموضوع معنا خبير الآثار
التراث الأستاذ علي النشمي. مرحبا بك سيد علي. بداية عندما رأيت هذه الصورة صراحة يعني أول ما تبادر لذهني بعد الصدمة الكبيرة التي انتابتني أنه كيف دخلت هذه الحلل كما نقول، ومن هؤلاء الذين يطبخنا وبأي صفة يطبخنا، وكيف يحدث كل ذلك في حرم هذه المدرسة الأثرية الكبيرة المعروفة؟ لا طبعا هذا دليل واضح على الإهمال الكبير الذي تعاني منه الآثار. الحقيقة هذه قد تكون رصدت بهذه اللقطة الفوتوغرافية، ولكن الحقيقة هنالك ما هو أعظم، هنالك آثار تهدم الآن، ويعني هنالك آثار في بغداد في تل محمد وفي غيرها، وآثار عمرها 4000 سنة عبارة عن مكان للذبح وللرعي وغيرها، وبالتالي أعتقد هنالك مئات الآلاف من التلال الآثرية الآن عرضة لهذا. وأيضا هنالك يعني حقيقة بعض الأحيان نمر على أثر ونجد الناس يدبكون دبكة عليه، كما حصل مثلا في طاق كسرى قبل سنتين، هنالك شباب يدبكون على طاق كسرى مما نعم سيد أخرجهم علي. وبالتالي لا يوجد رقيب. نعم. طيب نعم. يعني لماذا هذا يعني الإهمال الذي تقول أنه إهمال للآثار العراقية؟ يبدو أنه الإهمال لا يأتي فقط من الدوائر الحكومية ومن المسؤولين عن هذه الآثار، لكن أيضا كما يعني اعتمادا على إجابتك أيضا من الشعب، يبدو أنه غير مهتم وغير مدرك لقيمة هذا الأثر، يعني أثر جاء عبر آلاف السنين من أجداده مباشرة يعني إلينا، ومع ذلك يطبخ في حرم المدرسة مثلا كما قلت، أيضا يعني في بعض التلال وبعض المواقع مثل تل محمد يقومون بالذبح ويعني الإهمال الشديد له لهكذا مواقع. أيضا لا ننسى ما قام به داعش في المتاحف العراقية في المناطق التي سيطر عليها هذا التنظيم الإرهابي. دائما الآثار مستهدفة سواء بالإهمال من قبل كما قلنا المسؤولين وربما بعض فئات الشعب، وأيضا من قبل الإرهاب ومن قبل أيضا تجار الآثار. لماذا الآثار لا تحظى بهذا الاهتمام البالغ في هذا البلد الذي يعود يعني بتاريخه إلى آلاف السنوات؟ لا طبعا هي هذه مشكلة كبيرة جدا لدينا في العراق، هي رجل مناسب في المكان المناسب يعني. والمشكلة أنه حتى المسؤولين عندما تنتقد ظاهرة يحيلونك إلى المحاكم لأنك انتقدت بدل أن يرحب بهذه القضية. الحقيقة نحتاج إلى وعي أولا جماهيري وشعبي من خلال المدارس، نحتاج أن نضع درسا للآثار في المدارس الابتدائية والمتوسطة، هذا الدرس غير موجود، وبالتالي حتى السفرات الآثار كيف يدرس التاريخ العراقي إذا في المدارس؟ أيضا هنالك سيد علي يعني على أي أساس عندما نتكلم عن الآشوريين وعن الآن نعم لو والسومريين وهؤلاء يعني ألا يزرع في ذهن الطالب قدسية هؤلاء، قدسية آثارهم، قدسية ما قدموه للإنسانية؟ تفضل. نعم سيدتي، يعني لو تقرأين مثلا ما مكتوب في كتاب التاريخ للصف الخامس ابتدائي لا يتعدى بضعا من الكلمات وكلمات مبتسره وغيرها، وبالتالي اعتقد هنالك تقصير كبير جدا. هنالك يجب ان يكون درس يخص الاثار وليس التاريخ، هذا الدرس غير موجود. وايضا يجب ان يكون هنالك تعود ما يسمى بالكشافه الى المدارس، وبالتالي هذه القضيه غير موجوده، بالاضافه الى انه نحن لدينا في العراق نحتاج الى وعي جماهيري كبير جدا، لانه لا يمكن ابدا اطلاقا ان تسيطر على 200 الف تل اثري في العراق، يجب ان يكون هنالك مساعده اجتماعيه وجماهيريه. ولذلك في مره من المرات انا طلبت من وزير الاثار الوطني عادل الشرشاب ان يذهب الى السيد مثلا على السيستاني لكي يصدر فتوى، لم تبقى أمامنا إلا هذا الشيء. ويبقى أنه دائما أنا أطالب بشيء، وهو أنه لا يمكن حماية الآثار العراقية إلا بوجود نظام اسمه ساتلايت مونيتورينج سيستم، وهو السيطرة على الآثار بخلال الساتلايت، وهذا لا يكلف سوى 10 ملايين دولار، ولكن الوزارة تتحجج بأنها ليس لديها أموال 10 مليون دولار لحماية مئات الألوف من التلال الأثرية. وبالتالي أعتقد هنالك إهمال. وزارة يجب أن تكون هنالك، كانت لدينا وزارة سياحة وآثار
السيد العبادي شطبها بشطبة قدم وقلم، وبالتالي يجب أن يكون ذلك تعود وزارة الآثار وليس مديرية الآثار تابعة لوزارة الثقافة وهي وزارة غير سيادية. هنالك تقصير كبير جدا من قبل السياسيين ومن قبل الدولة، وأيضا هنالك عدم وعي، وأيضا وزارة التربية تتحمل جزء من هذه المسؤولية. نعم نعم، أيضا جهود العراق في استعادة الآثار المسروقة والمنهوبة من هنا وهناك من أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، أيضا هناك حديث أنه في آثار بيبي عراقية في لبنان وتركيا إلى ما هنالك. ماذا عن هذه الجهود التي يجب أن تبذل في سبيل استعادة الآثار؟ لا سيدتي، لا توجد جهود حقيقية في استعادة الآثار. الحقيقة كل ما استعيد هو الدول الأخرى هي التي مسكتها من خلال الحدود، من خلال قانون أصدرته أمريكا عندما احتلت العراق. يعني الاحتلال فيه إيجابية واحدة وهو بغيض في كل شيء، الاحتلال الأمريكي، ولكن فقط إيجابية واحدة أنه صدرت قرار من الكونغرس بأنه كل دولة وكل شخص يتاجر بالآثار العراقية يحاسب، وبالتالي ممكن أن تحال الدولة التي تسمح بذلك إلى الفصل السابع. وبالتالي نحن العراقيون لم نستفد من ذلك، ولكن مؤسسات الجمارك في العالم كلها ملتزمة، ولذلك الآثار عندما يمسكونها يرسلونها إلى أمريكا ويظلون يتوسلون بالعراق 5-6 سنوات تعالوا استلموا آثاركم، بعد ذلك يحنوا كما حدث مع لوح جلجامش مثلا من فترة. نحن نعم، لوح جلجامش وحتى الكمية التي جلبها الكاظمين كانت موجودة في قبو وزارة قبو السفارة العراقية في أمريكا منذ أشهر، ولكن السفارة تتحجج بأن ليس لديها أموال لتأجير طائرة لنقلها. الكاظم من إجا قال له تعال أخذ آثار، وصارت قصر كبير للكاظم وهي آثار موجودة قبل أشهر لا أحد يعيدها العراق. وبالتالي أعتقد هناك ذلك مافيا آثار عظيمة ثاني مافيا. نعم يعني، وأنت طلبت منذ قليل بالدرس عن جهود تقصير. نعم، وجود تقصير أكيد، ويعني حتى في ربما في الإعلام، في وزارة التربية، في الجامعات، لا أدري. أنت طلبت منذ قليل بالدرس عن التاريخ والآثار العراقية، لكن هذا يعني شيء بسيط جدا ومقصر جدا تجاه آثار وحضارة العراق. من المفترض أن تكون كتب بكاملها تدرس التاريخ العراقي منذ بدايته ومنذ نشوئه إلى الآن، يعني خاصة يعني عن معنى هذه الآثار والعادات والتقاليد التي ورثناها حتى الآن، وربما نتداولها ونقوم بها من غير وعي ولا ندري ما هي جذورها الأساسية. شكرا جزيلا لك علي النشمي، وأنت الخبير بالآثار، على هذه المعلومات، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا. عودة بكم إلى ريما. هذه القصة، وبهذا نصل إلى ختام ملفات مانشيت أحمر لهذا اليوم. موعدنا يتجدد يوم الأحد القادم، وإلى ذلك الحين كل التحية، إلى اللقاء.